بسرعه احسن نازل اهو. كرامي ألف سلام عليك يا أبو حميد. يا عبير بص يا كابتن ده بقولك ايه؟ تنزل والله يا عم خلي العربيه تطلع في السوق. معايا اسف يلا يا جاي ولا ايه؟ بعد المباراة الثانية هتبقى أكثر صعوبة. فرقة الفرقة عندها إمكانيات وعندها قدرات كويسة وعندها عناصر شابة. الكرة نتيجة صعبة مش سهلة. الحمد لله على النتيجة لكن في نفس الوقت مريتوا بأي صعوبات هناك يا كابتن؟ لا لا خالص بالعكس. كان سامي كان معانا وكان الناس أصلا في البلد الناس كلها احترمنا وكانوا بيسقفوا لنا بعد الماتش وقبل الماتش ويعني إن شاء الله لما يجوا كمان إحنا نقدم بإذن الله زيهم. كابتن حسام بدري قال إيه عن النتيجة؟ مفيش. هو كابتن حسام مش راضي قوي بس قال لنا في شوط تاني. احنا قفلنا الصفحه ديت وان شاء الله يعني الشوط التاني بقى اللي هو في مصر ان شاء الله نصعد باذن الله. ايه ايه السر؟ عادي يعني لعيب في الفرقه والعب يوم ساعه المدرب ما يقول واقعد ساعه. الحمد لله على التعاون طبعا يعني لحد ما النتيجه مرضيه لكن زي ما قال لنا كابتن هو شوط واحد وشوط تاني ان شاء الله يبقى في القاهره وباذن الله نصعد في مصر باذن الله. المباراه الحمد لله طبعا لكن عاوز اقول ان نتيجه 0-0 مش حاسبه يعني هي احد الاحتمالات اللي احنا حطيناها. لسه طبعا في مباراه عوده ولسه في حظوظ للفريقين واهم حاجه ان احنا نبقى حريصين لان مباريات اخيره في يعني في الفترات الاخيره دي بتنتهي بالتعادل والضيف بيجي على ملعب اخر في مباراه العوده يبقى ليه حظوظ وبيتاهل فلازم نبقى حريصين جدا في المباراه الجايه. لكن هنفكر تاني في المشوار المحلي عندنا لسه مباراتين دجله وسموحه هيكون استعداد جيد ان شاء الله لمباراه البنزيتي باذن الله ونبتدي نفكر فيها بشكل مركز باذن الله. مفيش صعب في يوم تقدر تمنعني عن حبه